في بيان اعتبره البعض مقتضباً، أعلنت وزارة العدل عن فصل محاكمها الإدارية في قضايا استطاعت من خلالها استرجاع ما يقارب 20 مليون متر مربع من الأراضي والعقارات التي منحت في إطار عقود امتياز لرجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة. كان هؤلاء يستخدمون نفوذهم المالي ونفوذهم السياسي من أجل يعني الحصول على هذه العقارات، ويستخدمون هذه العقارات للحصول على الأموال من البنوك. يعني مع الأسف يعني لاحظوا باللي العملية متشابكة ومترابطة في الحصول على العقار ثم تحويل هذا العقار إلى قروض بنكية، والقروض هذه الآن غير مسترجعة، وهي فلربما أحد أسباب اللي راهي تعاني منها من مشكل السيولة الآن في كثير من البنوك. محاربة الفساد والاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العامة هو ما تحاول الدولة القيام به عن طريق فتح ملفات تشهدها قاعات المحاكم بشكل شبه يومي. فما مصير تلك الموجودة خارج البلاد؟ يتساءل البعض. أنا كنت رئيس ديوان رئيس الحكومة في 97، وجهت باسم رئيس السيد رئيس الحكومة آنذاك، وجهت رسالة إلى المدير العام تاع سوناطراك من أجل أن يعطينا العقارات تاع سوناطراك، ملك لسوناطراك في الخارج. عطينا له مهلة تاع شهرين وزدنا جددناها له، إلى يومنا هذا ما مدهاش. حتى الدولة الجزائرية تجهل ما هو متواجد من أملاك في الخارج، ناهيك عن استرجاعها. سنة من محاكمات رموز نظام بوتفليقة لم تلبي وفق البعض النتيجة المرجوة ولا الأرقام التي ينتظر أن يساهم استردادها في مساعدة اقتصاد البلاد المنهار. في المقابل تطالب السلطات بمزيد من الوقت. من بين وعود الرئيس في حملته الانتخابية استرجاع الأموال والعقارات المنهوبة، مرت أكثر من سنة وعاد الشارع ليطالب من جديد بمحاربة الفساد والقضاء عليها. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.